من القاهرة ينضم إلينا نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل. أهلا بك سيادة اللواء معنا. إذا هذه المساعي الدولية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، الدور المصري في هذه المحاولات لخفض التصعيد، كيف ستلعب مصر دورا في هذه المفاوضات؟ يبدو بأن اللواء أحمد إبراهيم ليس جاهزا بعد، ولكن حتى يجهز سيادة اللواء نتابع معا هذه الصور المباشرة من الضاحية الجنوبية في لبنان، وإلى هذا الخبر العاجل عن الجيش اللبناني الذي قال أن هنالك إصابة لأحد العسكريين نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان. إذن الجيش اللبناني يقول إن هنالك إصابة في صفوف أحد العسكريين نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان. يبدو بأن سيادة اللواء أحمد إبراهيم من القاهرة جاهز معنا. سيادة اللواء أهلا بك معنا. هذه التطورات التي نشهدها والمساعي الدولية في حل هذه الأزمة وحل هذا التصعيد، مصر لطالما عرفت بدورها البارز في المفاوضات، ما هي الخطوات التي أعلنت عنها مصر كي توقف هذا التصعيد؟ مصر بتلعب دور مهم جدا في عملية الاتصال، ومصر لها اتصالات بجميع الأطراف الأزمة الموجودة في المنطقة من خلال سياستها الخارجية، سواء على المستوى العربي أو الاتصال المباشر بينها وبين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي. وفي نفس الوقت مصر برضو بتدعم بعلاقتها مع إيران والشركاء في المنطقة. مصر بتحث على ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية التوصل إلى حل سلمي للمنطقة، منطقة الشرق الأوسط برقمتها، بما فيها اللي هي القضية المركزية اللي هي القضية الفلسطينية، وهي عملية إقامة حل الدولتين. هو ده الأساس للاستقرار وعودة السلام للمنطقة من خلال حل الدولتين متجاورتين، دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 بالجوار مع الدولة الإسرائيلية. مصر بتبذل مساعي سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الاتحاد الأوروبي ومع جميع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مع جميع الدول المهتمة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط. نعم. وأعتقد أن مصر في الدور ده ليها دور حيوي للوصول إلى التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حث الدول العربية ومصر لتقديم المزيد من الدعم سواء السياسي والمعنوي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات. نعم. للشعب اللبناني للعبور من هذه الأزمة الصعبة. طيب سيادة اللواء، قبل العملية الإيرانية التي استهدفت فيها إسرائيل عدة مدن في الداخل الإسرائيلي وكذلك يعني مستوطنات في الضفة الغربية، كان هنالك إعلان تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن دخول مرحلة جديدة من الحرب مع حزب الله، وما يعنون به هو الدخول البري. كيف ستؤثر هذا أو هذا التصعيد كيف سيؤثر على العملية البرية، أم أنه لن يكون له تأثيرا على الأرض؟ احنا لازم نربط بين العملية البرية اللي تمت بالأمس وبين الهجمة والضربة الصاروخية الإيرانية في مساء نفس اليوم. العملية تعتبر عملية نعم مش متزامنة في توقيت، إنما هي متتالية، يعني بمجرد ما إسرائيل فكرت في الهجوم البري والتنفيذ عمليتها البرية لجنوب لبنان، ابتدى الجانب الإيراني يشعر بنوع من الحرج وعدم مساندته للجبهات المساندة والدعم للجانب الإيراني في المنطقة، وبالتالي هو أجبر على تنفيذ هذه الضربة لإرسال رسالة للجبهات وعناصر المقاومة في الجبهات المختلفة إن إيران موجودة في الميدان، إيران
إيران بالتنفيذ الضربة بتسأر لحجم الاغتيالات اللي نفذتها إسرائيل خلال الفترة السابقة، سواء لإسماعيل هنية أو للقيادات اللي موجودة في فيلا القدس الإيراني، بالإضافة طبعا لحسن نصر الله. إيران بتقول بتستعيد جزء من قوة الردع ضد إسرائيل في تنفيذ هذه العملية. هناك في ربط بين الجبهات، وأعتقد طالما زاد الضغط الإسرائيلي على حزب الله، لأن حزب الله هو رأس الحربة للنظام الإيراني في المنطقة وللمقاومة في مجابهة إسرائيل، وإيران لن تضحي بحزب الله، وحزب الله لا، إنها هتكون داعمة قوية لحزب الله للوقوف ضد إسرائيل ومنع الهجوم البري، لأن العملية البرية لهدف إسرائيل منها هي إخراج حزب الله من المعادلة، وتفكيك قدراته العسكرية لحزب الله لإمكانية. سيادة اللواء لو تتفضل بالبقاء معي، أريد فقط أن أقرأ هذا الخبر العاجل الذي صدر عن الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل قائد مجموعة له في لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد مجموعة له في لبنان. سيادة اللواء، هذا الإعلان وأيضا إعلان آخر صدر في صحيفة هارتس الإسرائيلية عن أن الصواريخ الإيرانية أصابت بعض القواعد الجوية لكن من دون أضرار عملياتية، وإعلان مقتل هذا العسكري الإسرائيلي، على ماذا يدل؟ لأن إسرائيل كانت قد تكتمت كثيرا منذ ليلة أمس وحتى الآن عن الأضرار. طبعا الجانب الإسرائيلي بيتحفظ أو بينكر عملية الخسائر اللي موجودة عنه، حفظا على النوع الروح المعنوية للمقاتلين، وفي نفس الوقت تأمنت المجتمع الإسرائيلي بأن الضربة الإيرانية لم تحقق أهدافها وفشلت في تنفيذ مهمتها، كما قال نتنياهو أن الضربة الإيرانية فشلت. إنما عملية الهجوم الخاصة بالعمليات البرية هي بنسميها إحنا كعسكريين هي عملية استطلاع بقوة لجس إمكانيات وقدرة الدفاعات لحزب الله في هذه المنطقة، وتستخدم في هذه القوات عناصر الاستطلاع، والوحدة اللي تم فيها قتل هذا الجندي هي وحدة إيجوز، وهي وحدة الاستطلاع الخاصة بالمنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، وبالتعاون مع اللواء الجناني هم بيبتدوا يعملوا عمليات التنشيط وعمليات الاقتحام وعمليات الاستطلاع بقوة عشان يوصلوا إلى نقاط القوة والضعف في الدفاعات والقرى اللبنانية الموازية للحدود الإسرائيلية، وبالتالي يبتدي تحديد أهم الاتجاهات أو أضعف الاتجاهات اللي ممكن تقدم القوات الإسرائيلية عليها، وخاصة القوات المدرعة، لأن الجنوب اللبناني يتسم بالمناطق الجبلية الوعرة، وبالتالي عملية الاقتحام واستخدام الدبابات هيكون في صعوبة جدا، خاصة بامتلاك حزب الله الصواريخ الكورنيت. وصواريخ الكورنيت دي هي معمولة خاصة لمجابهة الدبابات الإسرائيلية اللي هي المركافة 4 اللي هو عبارة عن التسليح الرئيسي للواء 7 مدرع إسرائيلي من الفرقة 36. نعم. طيب دكتور، ضم فرقة 86 إلى العمل مع فرقة 98 في الجنوب الإسرائيلي، وكما تفضلت حضرتك المدرعات إضافة إلى المشاة، كل هذه القوات قد تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة، ما الذي تريد تحقيقه إسرائيل من خلال هذه المعطيات التي أعطيت لنا؟ هذا الحجم من القوات اللي بيوصل إلى حوالي 6 فرق، سواء مدرعة أو مشاة أو احتياطية، بالإضافة لتعبئة 4 لواءات احتياط لعمل اتزان استراتيجي وتعبوي في هذه المنطقة، أعتقد أن إسرائيل عازمة على الاستمرار في تنفيذ العملية البرية حتى إزاحة قوات حزب الله من جنوب لبنان حتى شمال نهر الليطاني، حتى تضمن عملية تأمين المستعمرات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، وبالتالي عودة
السكان الإسرائيليين إلى منازلهم بسلام. وأعتقد هتبقى هذه العملية هي ورقة أو المساومة لتفكيك قدرات حزب الله ورجوعه عن العمل العسكري وتدمير قدراته العسكرية، أو تسليمها للجيش اللبناني وانخراط حزب الله كحزب سياسي فقط وليس له قدرات عسكرية. إسرائيل بالنسبة لإهدافها في هذه المنطقة هي إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هو زي ما قلت من شوية هي إخراج قدرات وإمكانيات حزب الله من المعادلة. سيادة اللواء، هل ستستطيع إسرائيل تحقيق هذا الهدف؟ وكم من الوقت تحتاج لتحقيق هكذا هدف؟ هذا يعني إطالة العملية العسكرية بشكل كبير. بالضبط زي ما حضرتك تقول، هي العملية عملية جزء منها عسكري هتنفذه لإجبار حزب الله على النزوح شمال نهر الليطاني. في نفس الوقت هنخش بعد كده في عملية سياسية قد تستمر لأكثر من سنة أو سنتين حتى يتم تنفيذ هذه المشكلة. إنما هو قدام حزب الله خيارين، الخيار الأول هو الانخراط في العمل العسكري واستمراره في المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي، وهي حرب زي ما نقول هي حرب غير متماثلة، هي حرب هجين بين قوات مسلحة متفوقة بالنسبة للقوات الجوية والحرب الإلكترونية والحرب السمرانية، في نفس الوقت ضد قوات عبارة عن تسليح محدود، تسليح يعتبر مش قوات غير نظامية. وبالتالي الحسم العمل العسكري هيكون في صالح القوات الإسرائيلية. الخيار الثاني هو قبول حزب الله ان هو ينضم الى كحزب سياسي لصالح الدولة اللبنانية وعدم تدمير الدولة اللبنانية. الإسرائيل بتنفذ هذا المخطط بقالها سنة، احنا ما نقولش ان العملية بدأت اعتبارا من 17 سبتمبر الماضي اللي هي عملية البيجر وعملية التأثير على الاتصالات اللاسلكية وتنفيذ المزيد من الاغتيالات. لا، إسرائيل بتبتدي التمهيد لتنفيذ هذه العملية البرية والحد من قدرات حزب الله بقالها 11 شهر، داخلين على سنة كاملة اعتبارا من يوم 8 أكتوبر من سنة 2013. سؤال أخير سيادة اللواء، ولكن يعني أريد أن أسألك هذا السؤال، إلى أي حد وما نسبة ترجيحك للخيار الثاني الذي تحدثت عنه أمام حزب الله وهو قبول أن ينضم كحزب سياسي؟ بعجلة لو سمحت. أعتقد أن هو ده الخيار الأمثل سواء لحزب الله أو للبنانيين لتجنب مزيدا من التدمير للبنان وقدراتها. نعم. وفي نفس الوقت ممكن ينضم قدرات وإمكانات حزب الله للجيش اللبناني لتقوية هذا الجيش وقدرته على تأمين حدوده سواء الجنوبية أو الشمالية أو في جميع الاتجاهات ضد أي تهديدات ممكن تجابه لبنان. وفي نفس الوقت ممكن يبقى نوع من التوازن داخل المجتمع اللبناني ليكون قادر على حل مشاكله. شكرا جزيلا لك، أعتذر منك سيادة اللواء، ولكن الوقت داهمنا. نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق اللواء أحمد إبراهيم كامل، شكرا لك، كنت معنا من القاهرة.